بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. الحقيقة إذا كان هناك من يستحق الشكر الحقيقة على حلقة أمس، كل زملائي في العمل الحقيقة كلهم الحقيقة اللي اشتغلوا، سواء الإعداد أو الإخراج أو المصورين اللي وراء الكاميرات، كل الناس الحقيقة في حلقة النجم العالمي محمود تريزيجيه اللي كانت امبارح، وردود أفعال كبيرة جدا جدا، حتى زملائنا على السوشيال ميديا في كل مكان. الحقيقة الحلقة امبارح عملت ردود أفعال قوية جدا 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 حتى في الصحافة العالمية، وهتكلم عن بعض الصحف الإسكتلندية والصحف البريطانية اللي اتكلمت عن ماذا قال تريزيجيه أمس في حلقة البيت الكبير في وجوده في بيته داخل النادي الأهلي. ولكن قبل ما اتكلم عن العالمي وقبل ما اتكلم عن كل هذه الأمور، الحقيقة إذا كان هناك أيضا من يستحق الشكر قبل أي شيء، هو جمهور النادي الأهلي في ظل كل الأحداث اللي كانت بتحصل امبارح. حاجات غريبة جدا بتحصل امبارح، يعني كانت مباراة أو خروج فرنسا من كأس الأمم الأوروبية، ومباراة أسبانيا وفوزها 5-3، وأمور أخرى بتحدث في البلد، وأمور كبيرة بتحصل في البلد، ولكن دائما يظل جمهور النادي الأهلي هو الأول. يظل جمهور النادي الأهلي عندما يريد أن يضع تريزيجيه وهو يستحق تماما أن يكون في المرتبة الأولى في ترند مصر، وده اللي حصل امبارح. ان حضراتكم كنتوا حاطيننا دايما او حاطين تريزيجيه في المرتبه الاولى كعاده النادي الاهلي وكعاده جمهور النادي الاهلي، فانا بشكر حضراتكم جدا 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 كالعاده الحقيقه. واللي دايما بينتظر او بينظر لجمهور النادي الاهلي بينظر ليهم بفخر وبحب، لان هم دول الاساس في كل شيء، سواء في كره القدم او في الالعاب الاخرى. في كل الألعاب يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، وبالنسبة لي أنا فخور جدا 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 بوجودي في هذا المكان فقط عشان جمهور النادي الأهلي اللي دايما دايما بيفضل واقف ورا فريقه وقناته وكل حاجة الحقيقة. فأنا بشكر حضراتكم جدا 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 على حلقة امبارح واللي اتعمل في حلقة امبارح على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. يظل دائما تريزيجيه يستحق الحقيقة، لأنه كان دائما بيتكلم من قلبه، بيتكلم بعفوية، بيتكلم بحب للنادي، بيتكلم باحترام للنادي، بيتكلم باحترام للجمهور وحبه للجمهور. الحقيقة تريزيجيه واحد من أفضل وأنقى وأطيب الناس اللي أنا تعاملت معهم في حياتي خلال الفترة السابقة. تريزيجيه يستحق أن يكون دائما الأول، لأن جمهور النادي الأهلي في ظهر، كان في ظهر تريزيجيه امبارح. وأعتقد أن تريزيجيه بعد حلقة امبارح نفسيا حتى في موضوع الإصابة اللي عنده، إن شاء الله إن شاء الله بدل ما يقعد 4 أو 5 شهور إن شاء الله يقعد وقت أقل، وده بفضل فقط جمهور النادي الأهلي اللي واقف في ظهره وهيفضل دايما واقف في ظهره. فأنا في البداية حابب أن أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على كل اللي حضراتكم دايما بتعملوه معانا.